أخبار اليوم. أنا شفت في لحظة المأمور أول ما وصل مأمور مصر القديم عم جبت قنبلة حدفت عليه. قنبلة دوية عربية لونها رصاصي ملاكي. حدفت القنبلة والقنبلة ضربت بس مش الضربة اللي هي. لو ضربت الضربة اللي هي جامدة كان حد. أنت قلت حدفها من عربية إيه؟ عربية لونها رصاصي ملاكي. من قدام كلية الأسنان أه؟ لا كانت ماشية كده. تمام. اتجاه أبو الريش. عربية معدية سايرة على طريق ال شارع السرعة أمام طب الأسنان. عربية معدية وضربت قنبلة صغيرة كده هوت. مسامير. شفت الأشخاص يا حاج؟ لا ما شفتش الحاج. هي طارت. ولا أثر عليها. طيب هو اتضربت أول ما جه المأمور ونائب المأمور ولا بعدهم بشوية؟ لا بعدهم بشوية. هي النقطة متعودة تبقى تمركزها هنا في المكان ده على طول. يقعدوا برا يقعدوا هنا وعربيات جاهزة. بس العربية لونها ايه يا حاج؟ تقريبا كده رصاصي لون تاني مش واخد من حاجة زي كده. الحمد لله ما حدش اتصاب. لا مفيش اصابات. بس يعني مش عارف يعمل ايه مع الناس خلاص. بلدنا خربت. عمل الصوت قوي يا حاج؟ عمل الصوت قوي. ايه اللي حصل لما جيت لقيت هنا تجمع فلقينا البودرة ديت المكسورة على الأرض. ما كانش فيه مسامير الحمد لله. الحمد لله القنبلة كانت موجودة لسه؟ كان شكلها ازاي؟ لقيت البودرة اللي بقول عليها. ما شفتش قنابل أنا ولا سمعت الصوت. اللي هو تحصل حاجة يكون فيها لا الحمد لله مفيش حاجة.